السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه جميعا؟ يا رب إن شاء الله تكونوا بخير. حبيت أعمل لكم فيديو بسيط مبسط أشرح لكم فيه بالنسبة للأسواق القريبة، الأسواق الشعبية اللي فيها الهدايا اللي أسعارها كويسة ورخيصة. إزاي تقدروا تروحوا من بوابات المسجد النبوي؟ إزاي نروح المكان ده؟ أول حاجة هنصلي على نذكر الله ونصلي على سيدنا محمد. اول حاجة البوابة اللي في وشي دي بوابة رقم 339، زي ما انتم شايفين ده البوابات الخارجية للمسجد النبوي، بوابة رقم 339. هنمشي يدوب بس خطوتين كده هنلاقي النفق ده. ده شكل النفق مباشرة اول ما بتخرجوا من البوابة اللي انتم شايفينها دي، هتنزلوا النفق. اول ما تنزلوا النفق دي اول حاجة المحلات اللي هتلاقوها كلها على ريال واحد فقط. اي حاجة في المحل كل حاجة بريال واحد، سواء سبح سواء هدايا سواء لعب اطفال، كل الكلام اللي انتم شايفينه ده حاجات محلات على ريالين، وكمان في محلات كلها على ريال واحد. هتلاقوا كده 3 4 محلات جنب بعض بريالين وبريال، وباقي المحلات برضو اسعارها كويسة جدا، من 4 ريال 5 ريال. هتلاقوا كمان اسعار العطور والكريمات بتاعت التهاب المفاصل وكريم موف والمسك وكل حاجة، السبحة اللي هي 50 حبة وال100 حبة والسبحة مع المصلية وكل الكلام ده هتلاقوه موجود عندكم في محلات هدايا النفق. أنا الكلام ده كله بالنسبة للمدينة المنورة. شايفين كل المحلات دي أسعارها كويسة جدا ورخيصة، وكمان هشرح لكم دلوقتي إزاي نطلع السوق الشعبي ونروحه إزاي. أهم حاجة دي كل المحلات الموجودة داخل النفق. هتلاقوا كمان محلات نسائية عبايات، هتلاقوا العباية من أول 30 ريال لحد 50، وفي حاجات ب60، أسعار كويسة جدا جدا. مش هتقدروا تجيبوا الأسعار دي من أي مكان تاني خالص. عندكم سجاجيد الصلاة المصليات من أول 10 ريال، في حاجات ب10، في حاجات ب15، حاجات ب20، بجد أسعار كويسة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كمان هيجي دلوقتي المحلات اللي هي كل شيء فيها ب1 ريال فقط. اي حاجة في المحل اللي انتم شايفينه ده هتلاقوا كده محلين جنب بعض كل الاسعار فيه شاملة 1 ريال فقط. فطبعا ده سعر كويس جدا ممتاز، تقدروا تجيبوا هدايا باسعار كويسة تفرحوا حبايبكم وقرايبكم، وان شاء الله ان شاء الله كده ربنا يتقبل عمرتكم وان شاء الله ويرزقكم جميعا ان شاء الله بعمرة باذن الله عاجلا غير اجلا. ودي هنا السلم اللي هيخرجنا يودينا ناحية الباب المسجد النبوي، وهنا السلم العكس بقى طلعتوا، وهنا السوق اللي بقول لكم عليه. اول ما تخرجوا بقى من النفق في سلم بيوديكوا ناحيه جهه الحرم المسجد النبوي، والسلم التاني هيوديكم جهه السوق. ده سوق اسمه سوق باب الطمار، سوق مليان محلات برضو فيها كل حاجه باسعار كويسه. حبيت اصور لكم الاثنين في فيديو واحد واشرح لكم ازاي تروحوا السوق ده. ده اللي انا شرحت لكم فيه قبل كده، ان في بطاطين وفي هدايا وفي محلات عبايات وفي محلات فيها تمور وبخور وعطور كلها على 10 ريال. بجد سوق حلو جدا، وبتلاقوا كمان اللي هم الستات البسيطة دول، يعني ربنا يرزقهم يا رب، أسعارهم كويسة. عندهم جلاليب رجالي، عندهم إسدالات الصلاة ب10 وب15 ريال. الناس دي برضو حاجتها كويسة جدا، نفعوهم ربنا يرزقهم يا رب ويوسع رزقهم ويرزقنا جميعا. هو ده السوق اللي بقول لكم عليه، سهل جدا جدا انكم تتمشوا من عند المسجد النبوي، تقدروا تجيبوا كل حاجتكم وكل التزاماتكم وكل حاجه ناقصاكم من السوق هنا. ده سوق باب الطمار. قدام شويه يجي برضو سوق البنجاله، في محلات اكل وفي كل حاجه تتخيلوها، وبرضو في محلات، في محل هنا اسمه نواعم الهرم، كل حاجه برضو فيه اسعار على 2 ريال، وفي اسعار تانية برضو اعلى شويه، ولكن برضو عنده جزء خاص كده موجود فيه برضو كل حاجة ب2 ريال. ان شاء الله يكونوا استفدتم من الفيديو، يكون الشرح وافي وكافي انكم تقدروا تتصرفوا وتقدروا تروحوا ان شاء الله تجيبوا كل اللي ناقصكم. معلش حاجة اخيرة كمان حابة اوضحها لكم قبل ما انهي معاكم الفيديو، دي اللي هي اكياس المية لو عايزين تعبوا ماء زمزم اللي هي 5 لتر، هتلاقوها برضو موجودة تحت في محلات هدايا النفق ب5 ريال فقط، اللي هي 5 لتر.
تقدروا تروحوا تملوها ماء زمزم مجاني من عند بوابة 309 و310 قصاد مسجد الغمامة من المسجد النبوي. استنوني ان شاء الله في فيديو تاني قريب اشرح لكم حاجات كتيرة ومكان تاني في المدينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.